فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له جنة، وفي رواية فإنه له وجاء. نحن في هذا اليوم الفضيل نلتقي بهذه الوجوه الطيبة لنرد الفضل إلى أهله، ولنتقدم باسمي وباسم الكراكرة وكل الحضور من الأخ أبو عمار وأولاده نضال وعمار ورائد وآل علوان على هذا الكرم الذي كرمونا به، فوافقوا على زواج ابنتهم المصون ملاك نضال إلى ابننا عز الدين سمير. نحن الآن وباسمكم جميعاً نشكرهم على هذا العطاء، كما وأننا في هذا المقام نكون قد أحيينا سنة من سنن إسلامنا العظيم، والتي تتعلق بإشهار النكاح، وما اجتماعنا اليوم إلا إشهار لمرحلة من مراحل الإشهار، تبدأ بهذا اللقاء وتنتهي عندما تنتقل العروس من بيت أبيها إلى بيت أبيها. نعم، نقول للعريس بارك الله لك بعروسك، لقد تربت يداك، فإننا نعلم أنها فتاة مؤدبة صاحبة خلق ودين، ومن بيت صاحب خلق ودين كذلك، فأنت بذلك تكون. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. نعم، لقد تربت يداك يا عز الدين بهذا الاختيار الذي نتمنى من الله عز وجل أن يكون بزواجكما هذا قد كونتما لبنة من لبنات المجتمع، هذه لبنة صالحة وأحفاد وأولاد صالحون كذلك. ولأن الكلام يا إخوة لا يحلو إلا بأهله، لا يحلو إلا بأهل العلم والدين، فإنني أنقل الكلمة الآن إلى آل العروس، إلى فضيلة الشيخ عبد الكريم، ليشنف آذاننا بما عنده من كلام جميل لطيف، فليتفضل شيخنا الكريم بذلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله القائل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأصلي وأسلم على حبيب محمد القائل: الزواج سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أولاً أرفع شارة التقدير والاحترام إلى كل الإخوة الذين حضروا، فأنتم نياشين توضع على الكتف والرأس. ثانياً لا فضفوك مديرنا، فقد أثلجت صدورنا وشنفت آذاننا بكلماتك الطيبة وتبجيلك واحترامك، فبارك الله فيك. ثالثاً باسم الحضور وآل العروس والتي اسمها ملاك ولها من اسمها نصيب، فهي ملكة في دينها وخلقها وأدبها وحيائها، ثم العريس الغالي عز الدين، أسأل الله تعالى أن يكتفي أثر عز الدين القسام، والله أسأل أيضاً أن يمد في عمر والده وأن يعطيه الصحة والعافية ويبرئه من كل سكم وضر وشر، إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. نعم يا إخوة، ذكرت المرأة في القرآن 93 مرة، معززة مكرمة موقرة مبجلة محترمة في دين الإسلام، وذكرت لها سورة اسمها سورة النساء، وسميت سورة باسمها سورة مريم. هذا دين عظيم جليل يشق الظلام ويعلي من شأن المرأة، فأي حضارة هي؟ تلك الحضارة الرأسمالية المنحطة والتي يلهث المنحطون خلفها. قرأت اليوم على صفحات الإنترنت أن أحدهم من المشهورين الرأسماليين تزوج ابنته ويطلب كالمثليين أن يتزوج الأب ابنته. في أي دين وفي أي خلق وفي أي عقل هذا؟ يا لعظمة دين الإسلام! بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما على خير، وبارك الله في العائلتين، وبارك الله في الحضور، سواء أكانوا من أهل البلدة أو سواء أكانوا مباركين من هنا وهناك. والله أسأل أن يزوج عزابنا في ظل دولة الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في الحاضرين على نية القبول والتوفيق. الفاتحة. أشكر الجميع يا أخوان، أجركم الله، جزاكم الله. دق الفرح ما بينا يا ناس هانونا، يا هلا بإحنا بينا واللي شرفونا. دخلت ديلو بدك الفرح.
تحسبون فرقكم تغلب شجاعتنا، بس في من وسطكم نطلع جماعتنا. ضرب طويل دمع عيني دوم يسيل.
على الخير.